مجموعة مستشفيات السعودي الألماني. نحن بعون الله نرعاكم. يعاني 400 مليون شخص حول العالم بداء السكري، وترتفع نسبة الإصابات به في الخليج العربي، إذ تأتي السعودية والإمارات ضمن الدول العشر الأولى في الإصابة بهذا المرض حول العالم. وتشير الأرقام إلى إصابة 25% من سكان السعودية بمرض السكري، و35% يعانون من البدانة التي تعد أحد أهم أسباب الإصابة بهذا المرض. ونسبة السكري لدى الأطفال في السعودية في تزايد، حيث تبين أن 36% من أطفال السعودية مصابون بالسمنة. وخلال هذه السنة تم نشر مجموعة من الدراسات حول هذا المرض ربط فيها العلماء بين مرض السكري والإصابة بأزمات قلبية. فبحسب الخبراء فإن مقاومة الأنسولين تسبب سماكة جدار شرايين القلب، ما قد يؤدي إلى حدوث الجلطات. كما كشفت دراسة أن سوء تغذية الحامل يعرض الجنين للإصابة بالسكري في مراحل لاحقة من حياته. فالطعام غير الصحي يؤثر في نمو بنكرياس الجنين وتركيزات الأنسولين، ويأمل الأطباء في العلاج من خلال الخلايا الجذعية التي يمكن زراعتها وتحويلها لتفرز الأنسولين في الجسم، كونها الخطوة الأولى لعلاج هذا المرض، ولكن لا تزال التجارب في بداياتها. آسيا صفي الدين، العربية.